وألقى الرئيس السيسي الضوء على عدة مشروعات تمثل فخرا للقارة الأفريقية، مثل مشروع سد جوليوس نيريري العملاق في تنزانيا الذي تنفذه مصر. كما لفت الرئيس السيسي إلى تقديم مصر 30 مليون جرعة من لقاحة فيروس كورونا إلى دول الإفريقية، وبما يؤكد دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات. واسمحوا لي في هذا السياق أن ألقي الضوء على أحد المشروعات التي تمثل فخرا لقارتنا، والذي أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا حال توفر الإرادة السياسية، هو مشروع سد جوليوس نيريري العملاق في دولة تنزانيا الشقيقة. هذا السد الذي يتم تنفيذه بأيادي مصرية وتنزانية وسوال الطاقة كهربائية تقدر ب 2.5 جيجا وات، حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع امتلاكها خبرات وقدرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية، وهي الخبرات التي تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الأفريقية الشقيقة. أما في مجال التصنيع الدوائي فقد كان من الضروري تسليط الضوء على القطاع الطبي والصحي بالكوميسا، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. وبناء عليه قدمت مصر مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي الذي تنعقد نسخته الثانية حاليا لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي. فضلا عن تزايد الاهتمام الذي وجهته مصر للاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات، وصولا للإعلان عن تقديم مصر ل 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وبما يؤكد دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات الطبية.